حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في موقع يقين نت، تراجع سريع لمعايير كليات الطب العراقية، والمجلس العالمي يمنحها فرصة أخيرة. أما في الزمان، حملة الشهادات يحتشدون قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بفرص عمل. في موقع ألترا عراق، المتحدث باسم الصحة يرفض التعليق، تفاعل مع تسريبات عن تطعيم مسؤولين في العراق. في شفق نيوز، بإمكانات ضئيلة نينوى تدخل دوامة كورونا مجددا. أما في الشرق الأوسط، الحشد يتحكم بالموصل ورب الله تروع معارضي. عربي 21، عنونة سلالة فنلندية من فيروس كورونا يصعب اكتشافها. في القدس العربي، وزارة الدفاع الجزائرية تنفي خبر إرسال قوات إلى الساحل وتتهم المغرب بترويجه. لا عدالة اجتماعية مع تصاعد خط الفقر، هكذا عنوان جاسم الحلفي، إذ أكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في جلستها في 26 من شهر تشرين الثاني عام 2007 إعلان يوم 20 من شهر شباط الحالي من كل عام يوما عالميا للعدالة الاجتماعية. وكان الهدف من ذلك تحفيز الحكومات على التصدي للظلم الاجتماعي الذي يتجسد في صور مختلفة، منها الاستبداد والاستعباد والتهميش والإقصاء والقهر الاجتماعيين، ومنها أيضا الحرمان والفقر وما يحصل في العراق على يد السلطة. حين نذكر بيوم العدالة الاجتماعية، فإنما نهدف إلى تأشير الكارثة الاجتماعية الكبرى في العراق، حيث الارتفاع المخيف لمعدلات الفقر بسبب غياب برامج التنمية المستدامة وبسبب سياسات المحاصصة المنتجة للفساد والتي مكنت النهابين من التطاول على الأموال العامة، إلى جانب اتساع الفجوة المعيشية بين أصحاب المليارات والمهمشين والتي بلغت مستويات فلكية، وارتفاع نسبة الفقر فوق ما سجلته وزارة التخطيط، حيث شملت البطالة في السنة الأخيرة أعداداً كبيرة من المحسوبين على القطاع غير المنظم كسواق التاكسي والباعة المتجولين وأصحاب البسطيات وعمال البناء وغيرهم. وأشارت تقديرات منظمة اليونيسيف إلى ارتفاع نسبة الفقر المدقع إلى نحو 32%، ما يعني إضافة أكثر من 4 ملايين عراقي إلى جيش الفقر، ليبلغ تعداده 11.5 مليون عراقي. ومن ذلك حسب إحصائية لوزارة التخطيط، 52% في محافظة المثنى، و49% في الديوانية، و48% في ذي قار، و47% في محافظة ميسان. الأرقام المرعبة ستولد كوارث اجتماعية واهتزازات مجتمعية لا يحد منها شمول 400 إلى 600 ألف أسرة عراقية جديدة بالرعاية الاجتماعية حسب ما اقترحت الحكومة في موازنة هذا العام، وهو ما يؤكد إخفاق وزارة التخطيط في خفض مستوى الفقر عدم نجاعة الحلول والمعالجات والإجراءات الهادفة إلى دعم الفقراء. لا يختلف أحد عما يمتلكه العراق من موارد مادية وبشرية تساعده على أن يكون قبلة العالم الاقتصادية والثقافية والسياسية، ولا يختلف أحد إن كان بالإمكان انتشاره من حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي لا يزال يعيشها إذا ما أديرت الدولة بشكل منطقي وعقلي. وهذا ما ذكره الكاتب أثير ناظم الجاسور في مقاله بصحيفة المدى. لا يخفى عن الجميع من أن العراق، وبالرغم من القيود الاقتصادية التي كانت تقيده وقوة احتلال على أرضه، لكن كان من الممكن أن يستعيد عافيته ولو تمت إدارة موارده بالطرق العلمية وتبني سياسات وطنية وأهداف استراتيجية
تصب في مصلحة البلاد، لكن القائمين على حكم العراق أو من نصبوا أنفسهم حكاما بالقوة سارعوا لأن يكون العراق فقيرا في كل الجوانب وعلى مختلف الصعد، بل راحوا إلى تقزيم دوره السياسي والثقافي والاقتصادي وحتى العسكري من خلال اتباع سياسات لا تمت بصلة إلى صناع قرار عقلانيين يسعون للبناء والتطوير والتحديث لبعدهم عن هذه المفردات التي قد تصدع أدمغتهم، فلم يعد للعراق أي ثقل إقليمي أو دولي، لا سيما وأنه جرد من السيادة والاستقلال في اتخاذ القرار، وهذا ناتج من سياسة العرفان والمحاور التي اتبعتها الأحزاب الحاكمة. فالسياستان الداخلية والخارجية أفرغت من محتواها بعد أن خضعتا للمحاصصة في توزيع المناصب والمهام، بعد أن خضع التوزيع لثنائية الأغلبية والأقلية وأهمية وقدرة المؤسسة على إغناء من يتولى إدارتها. إن هاتين السياستين أصبحتا عبارة عن مخرجات ما ترتضيه دول الجوار والقوى الكبرى لا قيمة لها على الساحة العراقية، لا بل لا فائدة تجنى منهما قد تصب في مصلحة المواطن. أضاف الكاتب: أما من ناحية الخدمات والمؤسسات الأخرى فكل شيء واضح، لا يحتاج إلى سرد وتعمق في المشكلات التي باتت أيضا مخجلة بحسب وصف الكاتب. من ناحية التعليم قرارات ما أنزل الله بها من سلطان، وهناك فقدان للكفاءات على قدم وساق، وفي النهاية العراق خارج التصنيف العالمي. الزراعة والصناعة في أسوأ حالتهما، فلا يسمح بإنتاج أكثر من 10% حتى يتسنى للدولة أن تستورد المواد الغذائية والصناعية من باقي الدول، وضمن صفقات مشبوهة يشترك فيها مسؤولو الدولة. أما الجوانب الصحية فهي في وضع خطير وغريب، فكل المرافق الصحية بحاجة إلى إعادة بناء، وهذا فضلا عن هجرة الأطباء والاعتداء عليهم. حذر نقيب الأطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي، حذر من أن شهادة الطبيب العراقي قد لا يعترف بها عالميا في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في أبعد تقدير. وأوضح العزاوي في تصريح صحفي أن المجلس العالمي لكلية الطب أمهلهم حتى عام 2024 لتأسيس مجلس لاعتماد كلية الطب وتفتيش كل الكليات ومراقبة معاييرها. هذا ما جاء في تقرير عن كليات الطب في العراق نشرته وكالة يقين نت. وصفت تقارير صحفية المستوى العلمي للجامعات العراقية في السنوات الأخيرة بشكل عام بأنه في حالة تراجع، وتحول الكثير من الجامعات إلى ما يشبه الأندية بعد أن احتلت لعقود مكان الصدارة بين الجامعات العربية والإقليمية، وحظيت بتقدير المؤسسات الدولية المعنية. ويرى طلبة وأساتذة جامعيون أن المؤسسة التعليمية في العراق تعاني مشاكل جدية. وقال الأستاذ الجامعي عبد القادر صالح إن كثيرا من الأساتذة يتحملون ضغوطا مختلفة، منها كثرة عدد الطلبة قياسا بالمتوفر من الأبنية والافتقار للوسائل التعليمية والمختبرات، مؤكدا أن بلوغ التصنيفات العالمية يقتضي توفير معايير الجودة في القاعات الدراسية، وهو أمر تفتقر له جامعاتنا، ناهيك عن التهديدات الأمنية التي تستهدف الطلاب مثلما تستهدف الكوادر التدريسية الجامعات الأهلية، تعود في الغالب لشخصيات متنفذة وبعضهم بعيد عن الوسط العلمي، وينظر لمسألة افتتاح جامعة من منظار تجاري لا علاقة له بالمعايير العلمية. افتتاح أعداد من الكليات الأهلية من دون مراعاة المستوى العلمي يؤثر بالتأكيد في سمعة الشهادة العراقية عموما، ومن الواضح أن الجامعات الأهلية تعود في الغالب لشخصيات لها نفوذ وبعضها بعيد عن الوسط العلمي، وينظر إلى مسألة افتتاح جامعة من منظار تجاري لا علاقة له بالمعايير العلمية.
بدأ ثوار العراق قبل أيام صفحة جديدة من المواجهة بينهم وبين أركان العملية السياسية وأحزابها في المنطقة الخضراء تحت ضغط الإجراءات الحكومية التي تمنع التظاهر والتجمع بسبب جائحة كورونا، والتزاماً منهم منذ بدء الوباء باحترام التعليمات الوقائية والصحية. فقد أنشأ الشباب صفحة على فيسبوك سميت جيش الأضحكني لتكون سلاحاً ساخراً وفكاهياً يحاربون به الأحزاب والشخصيات السياسية، وهذا ما جاء في مقال للكاتبة ولاء سعيد السامراي. وأهم من يتصور أن ممارسات جيش الأضحكني هي ممارسات تافهة وناتجة عن فراغ، إنما هي عمل احتجاجي من نوع آخر. إن من أهم نتاج تشرين أنها صنعت جيلاً ساخراً وظف سخريته لإزعاج السلطة والمطبلين لها في كل مكان. جيش الأضحكني مفاجأة سارة يقدمها ثوار تشرين لكل الشعب العراقي، بها يفتحون جبهة سلمية جديدة ضد العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها، ليرسخوا نضالاً سلمياً بدأ في أكتوبر تشرين الأول 2019 ولن ينتهي. هذه الصفحة الفكاهية الساخرة مبادرة ذكية ومؤثرة من ثوار تشرين، لأنها وليدة روح واحدة ومشاعر وتضامن لإخوة وصداقات عمدت بالدم، والتضحيات كلها اجتمعت في هدف واحد هو تحرير العراق واسترجاعه من مخالب القتلة والمجرمين واللصوص بكل أشكالهم. دعم صفحة جيش الأضحكني هو دفع ثورة تشرين إلى الأمام وتعزيز لمواقف أبناء العراق في نضالهم السلمي للتخلص من عملية الاحتلال السياسية وتشكيل عملية سياسية وطنية تعيد للعراق سيادته وللشعب العراقي أرضه وبلده. وهناك تعليقات طريفة وساخرة كثيرة في هذه الصفحة التي أنشأها شباب الثورة. إيران نجحت في مخططاتها وباتت صاحبة القرار في تحديد أسماء رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان في العراق، وزحفت أذرعها إلى السلطة القضائية واحتوت كثيرا من قضاتها، وامتدت تداخلاتها إلى قضية محلية، وهذا ما ذكرته الكاتبة باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية التي جاء فيها: هناك أصوات عراقية ومنها أصوات من بين منتفضي تشرين بدأت تتعالى برفض هذه الانتخابات ومقاطعتها. أساس رفض هذه الانتخابات يقوم على أن أحزاب السلطة اختطفت هذه الانتخابات منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها، وفصلتها على مقاساتها ووزعت المقاعد بينها، ومعنى هذا أنها أفرغت هذا المطلب الشعبي من محتواه ورتبت أوراقها لتستحوذ على كرسي الحكم الذي أراد الشعب أي يخلصه من براثنها ويعيده إلى نفسه. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وكأنك يا شعب العراق ما انتفضت وما قدمت القرابين لحرية الوطن. أي انتخابات مقبلة ستأتي بالوجوه نفسها التي صنعت الخراب، وربما تأتي بوجوه أسوأ منها، بحيث أن عراقيا واحدا لا يمكنه أن يسهم في حكم بلده وقيادة سفينته إلى بر مصلحة الشعب، فالأبواب ستكون موصدة في وجهه ومفتوحة أمام أحزاب السلطة التي تمتلك ميليشيات يمكنها أن تفرض ما تريد بالقوة. وطالب متظاهرو أكتوبر بحصر السلاح بيد الدولة، لأنه لا يمكن لأي انتخابات أن تجري تحت ترهيب سلاح الميليشيات وتهديده، وأن يسن قانون يجرم الأحزاب الطائفية والعنصرية، ويعلن كل حزب أو تيار مصادر تمويله. والأكثر من ذلك، طالب الحراك بمنع ترشيح أي شخصية شاركت في العملية السياسية منذ 2003، كون تلك الشخصيات وأحزابها هي المسؤولة عن الفساد والطائفية وتفشي القتل. أضافت الكاتبة: الكاظمي لم يحقق شيئا من شروط الحراك، لأنه أساسا
جاء بمهمة واحدة ومحددة، هي تسويف مطالب المتظاهرين والانحناء للعاصفة الشعبية حتى حين، وإجراء انتخابات تستعيد فيها القوى والأحزاب والتيارات السياسية ما يمكن أن تكون قد خسرته بعد الحراك، كما يقول الشباب المنتفض. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريراً أعده جون ماريك، قال فيه إن وثائق لدى الأمم المتحدة كشفت عن تفاصيل خطة لاستخدام أسلحة أمريكية الصنع من مروحيات قتالية وغير ذلك للهجوم على الحكومة الشرعية في طرابلس. وذكر التقرير أن وحدة الكوماندوز التي استؤجرت وهبطت في مطار بنغازي في شهر حزيران يونيو 2019 رتبت وبطريقة منظمة لشراء الأسلحة والأدوات الضرورية للهجوم على الحكومة في طرابلس. حصل الفريق على طائرات مسيرة وقوارب حربية قابلة للنفخ السريع ومركز قيادة متحرك وحتى نظام تشويش على اتصالات العدو. ولفت التقرير إلى وجود مروحيات قتالية ثلاث طراز AH-1F مزودة برشاشات وقاذفات صواريخ قدمتها الولايات المتحدة إلى الأردن قبل سنوات عدة. وسافر قادة العملية إلى العاصمة الأردنية عمان على اعتقاد بأنهم حصلوا على صفقة. ويقول واريك إن مجموعة من الوثائق التي حصل عليها محققو الأمم المتحدة عبر تحقيق استمر 18 شهراً تلقي الضوء على المحاولة غير العادية في 2019 لشركات التعهدات الأمنية إدخال عناصر من الخبرة العسكرية الغربية والأسلحة نيابة عن زعيم التمرد في الشرق خليفة حفتر الذي كان يحاول السيطرة على البلد بمساعدة من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا. ويقدم التقرير صورة مؤكدة عن انتشار السلاح تحاول إدارة جوزيف بايدن التعامل معها، وهي تدفق السلاح الأمريكي والمعدات إلى محاور الحرب في الشرق الأوسط وبدعم من حلفاء الولايات المتحدة والمرتزقة. ومن بين خطوط التحقيق التي تابعها المحققون في الأمم المتحدة دور إريك برينس مؤسس شركة التعهدات الأمنية سيئة السمعة بلاك ووتر والمتعهد العسكري السابق الذي يزعم المحققون أنه حاول استخدام تأثيره لتأمين نقل الأسلحة إلى ليبيا. قدم علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا صوراً مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة بريسبيرانس، منها صورة ذاتية للمركبة ذات الست عجلات المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر المريخ، وذلك قبل لحظات من الهبوط. التقطت هذه الصورة الملونة كاميرا مثبتة على الرافعة سكايد، التقطتها وهي تعمل الطاقة الصاروخية. وكشف مديرو المهمة تلك الصورة في أثناء إفادة إخبارية عبر الإنترنت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالقرب من لوس أنجلوس بعد أقل من 24 ساعة من الهبوط. وتظهر هذه الصورة المركبة بأكملها وهي معلقة من ثلاثة أسلاك من الرافعة سكاي فضلا عن سلك اتصالات، كما يمكن رؤية دوامات من الغبار تتطاير بوساطة دافعات صواريخ الرافعة. وقالت أرون سيهورا نائبة قائد فريق الهبوط في هذه المهمة، قالت هذا شيء لم نشهده من قبل. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.